أتعسى الله مساءكم مرة أخرى ونشرة أخبار 25 يقدمها لكم سيد أبو حفيظة من استوديوهاتنا بمشتول السوق إلى عناوين الأخبار. غضب السيد باهي محتاس من سؤال حول أصول أبو الهول. تداعيات يوم الحذاء العالمي تلقي برباطها على المجتمع الدولي. احترم نفسك والحملات الموازية. محاولات تخليط قناة موجة كوميدي كأول قناة كوميدية بجد. فيلم رجل كنبة وحظر النشر. خطة انسحاب طموحة للولايات المجتهدة وفلسفة الضحك على الدقون. تقديم حدوتة سنجبيلا في فيلم سينمائي. وإلى تفاصيل الأخبار. أثارت بعض تساؤلات السائحين الأجانب بمنطقة الأهرامات غضب السيد باهي محتاس المدير الإقليمي للأهرامات وأبو الهول، فقد سأله السائح الألماني شتايج نفسي قائلا: إذا كان هذا هو أبو الهول فأين هي أم الهول؟ والمده والهول في نداهية دلوقتي. مما أثار حفيظة السيد باهي ورد غاضبا: الروايات تختلف، ناس بتقول إنها ماتت في قطر الصعيد مش فاكر في سنة، وناس بتقول إنها اتقتلت في دبي، ولكن الرواية الأقرب للحقيقة إنها انقرضت، لأن أبو الهول زي ما أنتم شايفين بيتكون من رأس إنسان وجسم أسد، دليل على إن أبوه كان راجل وأمه كانت أسدة. بعد مرور فترة على يوم الحذاء العالمي وفي الوقت اللي العالم العربي كله منتظر يعرف مصير الرئيس السابق للولايات المجتهدة الأنتيكية، ظهرت حملة حياة بلا أحذية والتي تطالب بنزع أحذية الدمار الشامل، خاصة طراز 44 برباط بوص طويل، مبررين ذلك بأن اللي ما يقبنص حاجة على نفسه ما يرضهاش لغيره. بعد ظهور حملة احترم نفسك والتي تطالب بعدم معاكسة البنات في الشوارع، ظهور حملة موازية باسم لو عاكستها غزة والتي تطالب بتوزيع مطاوي قرن غزال على كل بنت مزة، حين اعتصمت مجموعة من البنات الوحشين مطالبين بحقهم في المعاكسة رافعين شعار تحترمش نفسك قوي. بعد ظهور قناة موجة كوميدي كأول قناة كوميدية بجد، محاولات أخرى لفتح قنوات كوميدية جديدة، فقد اقترح السيد سئيل دمه تقيل بتحويل قناة السويس لقناة كوميدية وتأمين ذلك على باقي القنوات. وعلى صعيد الأخبار الفنية وامتدادا لنجاح فيلم حبيبي دائما، سيناريو وحوار عادل الملة وإخراج حسن اللوح وبطولة كل من النجمين رجب المنشار اللي أصحابه كلهم بيحبوه وما شكوش منه، والنجمة نجلاء كونتر، محي خرزانة منتج الفيلم يصرح أنه مهتم بجودة التصنيع والفينش بغض النظر عن مردود الشباك حتى لو كان أرابيسك، كما صرح بأنه بعد فوز الفيلم بجائزة الصنفرة الذهبية من مهرجان دمياط الدولي لصانع الأفلام الخشبية، فإن الفيلم مرشح وبقوة لثلاث جوائز أوسكار من غرفة صناعة الموبيليا المصرية. اتفق الطرفان العراقي والأنتيكي على خطة طموحة لانسحاب القوات الأنتيكية من العراق في وقت أقصى مطلع شهر إبريل من عام 2088 بخطة أسماها المحللون كذبة إبريل. الفنانة صفاء التلم عديمة الإحساس تعيد تقديم رواية سنجبيلا من جديد في فيلم سينمائي، حيث تلمح للأمير غتيت القلب بحبها لي في القصر، لكن البعيد ما بيحسش، وعندما تدق الساعة 12 بالظبط بيكون الشاطر عصام مستنيها بالميكروباص بتاعه بره، لانها ما ينفعش نو واي تتاخر عن الساعه 12 علشان بيبقى لاست اوردر. الى هنا ايها السيدات والسيدات تنتهي نشره اخبار 25، نحن نرى الاخبار من وجهه نظرنا وننقلها اليكم. مكتوب العدل.